أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من صحيفة الأيام: 8 من عناصر ميليشيا الحوثي قتلوا بألغام زرعوها في أوقات سابقة. من الاشتراك نت: الميليشيا تقتل مواطنا في إب بعد تعذيبه ورميه في الشارع. صحيفة عربية تقول: تيريزا ماي تصل إلى الرياض حاملة رسالة قوية بشأن اليمن. ومن الحياة: متهم بقتل الآلاف من المدنيين القائد العسكري السابق لكروات البوسنة يتجرع السم وسط قاعة المحكمة. أهلا بكم. تكشف صحيفة الأيام عن طريقة مقتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثي في البيضاء، وتقول إنهم ماتوا بما زرعوه، عنونت الأيام: ألغام الانقلابيين تقتل 8 من عناصرهم بالبيضاء. قالت الصحيفة إن 8 قتلوا في مناطق مختلفة بمديرية مكيراس بالمحافظة، حيث تسبب انفجار اللغم الأول على دراجة نارية بمنطقة كريش بالمديرية بمقتل 2، فيما لقي 6 آخرون حتفهم بانفجار لغم أثناء محاولتهم نقل زميليهما. ونفذت الميليشيات عقب الانفجارين حملة مداهمات لمنازل المنطقة وتفتيشها واعتقال العديد من المواطنين العزل. وسبق للميليشيات أن نفذت حملة اعتقالات وتهجير واسعة لأهالي عدد من قرى ومديريات المحافظة. في شأن متصل، موقع الاشتراكينت يصف جزءا من ممارسات الميليشيا، وعنون في صفحته الرئيسية: الميليشيا تقتل مواطنا في إب بعد تعذيبه ورميه في الشارع. قال الاشتراكينت: قتلت ميليشيا صالح والحوثي الانقلابية في محافظة إب وسط البلاد مواطنا في الأربعين من عمره بعد تعذيبه. ونقل الموقع عن شهود عيان أن عناصر يستقلون سيارة تابعة للميليشيا رموا من على متنها مواطنا أربعينيا على قارعة الطريق في حي الذهب أمام جامع الرضوان. وأفاد شهود عيان أن الرجل مجهول الهوية، وظهرت على أجزاء كبيرة من جسمه آثار تعذيب، وفارق الرجل الحياة بعد دقائق قليلة من رميه في الشارع طبقا للشهود، وأن متطوعين من أبناء الحي نقلوه إلى ثلاجة الموتى في مستشفى إب على الفور. يتابع الموقع: يأتي هذا في وقت تتعمد فيه الميليشيا على إثارة الرعب والفوضى في عموم المحافظات الخاضعة لسيطرتها من خلال ارتكابها جملة من هذه الجرائم بحق المواطنين. من يتتبع دراسة المجتمع وحالات التغيير الاجتماعي يدرك تماما أن المجتمعات في عمومها تحتكم إلى جبهتين. هذه الجبهتان يتحدث عنهما الكاتب الأردني أيمن يوسف في مقال نشر في صحيفة القدس العربي، مضيفا في أجزاء من المقال: المحافظون الذين يدفعون بالمجتمع نحو الركود والاستقرار والثبات على المعتقدات، يقابلهم المجددون الذين يقودون دعوات التغيير ويقلبون المفاهيم والموازين في المجتمعات. لذا فمن الطبيعي أن يكون هناك نزاع اجتماعي بين المحافظين والمجددين على الدوام، ولكنه نوع من التنافس المرغوب به كي تتقدم المجتمعات وتجدد دماءها بلين وسلاسة دون الحاجة إلى عمليات هدم وإحلال تتمخض عنهما هزات اجتماعية كبيرة. وبالضرورة فإن البديل عن حالة الصراع السلمي هذه لابد أن يكون حركة تغيير حادة وشديدة، ثورات أو حركات تصحيح شاملة، وهي استجابة طبيعية من المجتمعات لحالة البيات الفكري الطويلة التي أعاقت حركة التقدم وعطلت صلاحية المفاهيم وحالت دون ضخ الدماء الجديدة في المجتمع، مما أدى إلى تراكم المشاكل واستعصاء حلها، وأنتج بالتالي حالة من التخلف العام في المجتمع. وهذا ما حصل في عالمنا العربي مع استمرار الأنظمة الاستبدادية في الحكم بالطريقة نفسها والمنهج نفسه، مع إغلاق جميع منافذ الحوار والاعتماد على كليشيهات واسطوانات مشروخة دون الالتفات إلى ضرورة التغيير والاستماع إلى نبض الشارع. التغيير هو سنة الحياة والبشر، وكل من يقف في وجه التغيير سيخرج من الباب الصغير، فصدر التاريخ لا يتسع لمن يخاف من وهج مشاعل الثورة. التغيير آت لا محالة،
ومحاولة شيطنة هذا التغيير لن تمنع حدوثه. لذا أقول ناصحا، بدلا من الوقوف في وجه القافلة، اصعدوا على متنها وساعدوا على تصحيح مسارها. في الشأن الاقتصادي، يعلق موقع الصحوة.نت في صفحته الرئيسية: يفتعلون الأزمات ومن ثم يستثمرونها، الانقلابيون يتاجرون بقوت اليمنيين. قال التقرير: بات الوضع المعيشي في اليمن صعبا للغاية، والمطحونون أكثرهم من الفقراء. فبعد 3 أعوام من الانقلاب على الشرعية ومن الحرب العبثية التي أوقدت نارها الميليشيات الانقلابية، فقد كثيرون أعمالهم، ومن يعمل لا يجد راتبه عدا الانقلابيين وأنصارهم الذين سخروا كل شيء لصالحهم. يضيف التقرير: يستثمر الحوثيون الحرب التي أشعلوها، كما أنهم يستثمرون الأزمات التي يفتعلونها باستمرار، وآخرها أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، فيبيعونها بالمحطات الرئيسية وفي السوق السوداء بأسعار مضاعفة. ولكن أين تذهب تلك الأرباح وفقا للموقع؟ فإنها تستخدم لتمويل مجهودهم الحربي بعد أن عطلوا شركة النفط اليمنية في صنعاء وحولوها إلى مجرد مخازن لتجار الحوثيين. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي تابع العديد من الأحداث، وعنوان: 4 قتلى و6 جرحى من قوات صالح بمواجهات ضد الحوثيين جنوبي العاصمة صنعاء. وفي ذات الشأن بيان من حزب المؤتمر حول الأحداث يشير إلى حصار الحوثيين لكل منازل صالح، وعنوان: مواجهة بالرشاشات الثقيلة بين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع في جامع الصالح بصنعاء. وميدانيا من تعز، القوات الحكومية تستعيد السيطرة على قرية الجيرات في صبر جنوب مدينة تعز. ودوليا، متحدث الخارجية البريطانية ندعم استعمال التحالف قوة عسكرية نسبية لاستعادة الشرعية في اليمن. الحرب الحالية مجرد مرحلة ستحملنا إلى حروب متشعبة كأغصان متفرعة ومتواردة مع بعضها. هكذا بدأ جمال حسن مقاله المنشور عما يحتاجه اليمنيون وهم يمرون بكل هذه العواصف. وأضاف الكاتب في جزء من المقال: يحتاج اليمنيون لحل إشكالية السلطة وتوزيعها في مصالح تجمعها فكرة المواطنة. توزيع السلطات وتشكيل عقد سياسي ينزع عن السلطة فكرة التملك باعتبارها مغنم. كل الخصومات والصراعات منبعها شر السلطة المطلق. في الغرب توقفت الحروب بعد أن نقلوا الصراع على السلطة إلى حيز التنافس المشروع بين كيانات سياسية. روح الشرائع والقوانين هي التي تنقل السلطة إلى حيز المشروع، بينما مشروعية الدولة الدينية أو التسلطية مركبة على القصر وامتيازات فئوية تبث الشقاق بين المواطنين وتجعل علاقتهم بالحاكم تقوم على النقمة، فما أن تنفرط عقودها المختلة حتى تتمزق في صراعات وكيانات غير محدودة. الجميع يقاتل من أجل امتيازات نفوذ تمنحها سلطات غير مشروعة، والحاكم ذو السلطة المطلقة يتعامل مع شعبه كرعايا خاضعين أو مملوكين، فيبني صفات فئوية يحتاط من خلالها تقوية نفوذه. لكن المواطنين للرعاية هم من يكونون بمقدورهم بناء أوطانهم، وهنا تنتظم أشكال مجتمعية حتى في عدم مساواتها الطبقية ضمن مسرح سياسي تنظمه تشريعات لا تنتصر امتيازاته للطبقات بل للقوانين. وعندما لا تكون السلطات مفتاحا للمغانم يتسابق المتنافسون لها من أجل فضيلة المثالب الكبيرة والمنجزات، بينما تفتح المغانم امتيازاتها للدسائس وجشع وأكثر الفئات سوءا، فلا حكم عادل يقوم على سلطة مطلقة، أي أن السلطان العادل مهما كان نزيها لا يمكنه ضبط أهوائه، بينما دولة الشرائع تحد من سلطة الحاكم المطلقة وتقوض أهوائه. فأن تكون دولة أهواء توزع امتيازات الحكم كهبات تصبح مسرح سباق للأكثر انحطاطا وزيفا، بينما دولة العدالة تقوم في تطبيق أمثل لروح القوانين الأنسب. عناوين عديدة أوردتها صحيفة أخبار اليوم في صفحتها الأولى نطالع منها: داعش يتبنى تفجير مبنى وزارة المالية بعدن، وبندغر يطمئن الجميع الوضع تحت السيطرة. ومن مأرب: التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ للميليشيا بعد قصفها سور المجلس المحلي في مأرب. وتقرير أمريكي: السعودية تستعد لاستقبال 9 معتقلين يمنيين من غوانتسانامو.
وعنوان من العاصمة المؤقتة أمن عدن يتحدث عن استشهاد أحد أفراده وإصابة آخر برصاص مسلحين. وعسكريا، رئيس الأركان يتفقد جبهات القتال في بيحان وعسيلان ويشيد بأبناء شبوة. ما الذي قالته الصحف العربية الصادرة اليوم عن أحداث اليمن وقضاياه بالإضافة إلى منوعات صحف ومواقع عالمية؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تابعت صحيفة القدس العربي زيارة رئيسة الحكومة البريطانية إلى السعودية، وقالت في عنوان بارز: تيريزا ماي تصل إلى الرياض حاملة رسالة قوية بشأن اليمن. قالت الصحيفة: وصلت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إلى الرياض حاملة رسالة قوية إلى المملكة بشأن اليمن، بحسب ما أعلنت قبيل وصولها إلى العاصمة السعودية. وقالت ماي في حديث صحفي خلال زيارتها المفاجئة إلى بغداد قبل انتقالها إلى الرياض: أنا قلقة جدا بشأن الأزمة الإنسانية التي تضرب اليمن. وأضافت: لذلك فإن الرسالة القوية التي أحملها إلى السعودية تفيد بأننا نريد فتح مرفأ الحديدة أمام العمليات الإنسانية والتجارية. هذا الأمر مهم. وتتهم منظمة إنسانية التحالف العربي بالتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين خلال عمليات القصف التي يقوم بها. عن صراعاتنا وعنهم، تحت هذا العنوان كتب مروان قبلان مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا في أجزاء منه: باتت الصراعات الأهلية اليوم التهديد الأكبر لاستقرار المنطقة وأمنها، ليس فقط لأنها غدت السمة الغالبة للصراعات فيها، بل أيضا لأن آليات حلها ضعيفة إن لم تكن غائبة مقارنة بالصراعات بين الدول، كما أن قوانين الصراع فيها تكاد تكون غير موجودة، حيث تستبيح أطرافها كل شيء وتستخدم كل الوسائل لهزيمة الخصم. فوق ذلك يكون حجم التدخلات الدولية والإقليمية في هذا النوع من الصراعات كبيرا، بحيث تسلب الأطراف المحلية المتصارعة قرارها، حتى إذا هي تعبت ورغبت في وقف القتال لا يعود الأمر بيدها. لهذه الأسباب تكون الحروب الأهلية عادة أكثر دموية وأطول عمرا وأكثر صعوبة في إيجاد حلول لها. وتنبع أكثر الصراعات الداخلية من غياب الحكم الرشيد وتركيز الثروة والسلطة في يد القلة وسوء توزيع الموارد وغياب التمثيل العادل. وتنفجر الصراعات المجتمعية عندما يحصل تحول في موازين القوى داخل المجتمع، أو يظن أحد الأطراف أن هناك تحولا في هذه الموازين بما يسمح بالتحرك لتغير الوضع القائم. لذلك يخطئ معظمنا عندما يظن أن السلم الأهلي معطى طبيعي يقوم بذاته ويعتمد استمراره على حكمة البشر وسلوكهم العقلاني، في حين أن الحفاظ عليه يتطلب عملا مستمرا لمعالجة الاحتقانات والتناقضات المجتمعية قبل أن تستفحل وتتحول إلى صراعات يصعب احتواؤها. وحتى أكثر المجتمعات استقرارا معرضة للدخول في صراعات شديدة إذا لم يبذل الجهد الكافي للحفاظ على السلم الأهلي. من هذا المنطلق لم تعد القضايا المتصلة بالحكم وحقوق الإنسان وتوزيع السلطة والثروة مسائل داخلية تحتكر القرار فيها نظم الحكم الوطنية، بداعي الحفاظ على السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. من منوعات الصحافة اليوم ما جاء في صحيفة البيان، فقالت بأن تطبيق المراسلة الفوري الواتساب يتجه إلى إطلاق ميزة تتيح فتح روابط يوتيوب داخل نافذة المحادثة، أي أن المستخدم سيكون بوسعه أن يشاهد الفيديو ويواصل الدردشة في الوقت نفسه. وكان المستخدمون يضطرون في وقت سابق إلى مغادرة نافذة المحادثة والاكتفاء بتطبيق واحد حين يرغبون في فتح رابط يوتيوب. وبحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، سيكون بوسع المستخدم أن يتحكم في شاشة الفيديو حتى يتمكن من رؤية نوافذ المحادثة والتواصل عن طريقها. وجرى إطلاق التحديث لفائدة الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS، ومن المرتقب أن يجري إتاحة المزيد الميزة لأنظمة أندرويد في وقت لاحق.
وتعرض واتساب أو تعرض واتساب لانتقادات عديدة بسبب تأخره في إتاحة الميزة، بخلاف الفيسبوك الذي طور عرض مقاطع الفيديو بشكل كبير. شهدت محاكمة القائد العسكري السابق لكروات البوسنة سلوبودان براليك أو براليك الملقب باسم سفاح كرواتيا أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة صدمة أذهلت الحاضرين أمس، إذ تجرع المتهم المدان سما خلال تثبيت الحكم بحقه ما أدى إلى وفاته لاحقا وفق وسائل الإعلام الكرواتية الرسمية. واستمع براليك إلى قرار المحكمة بتثبيت الحكم بالسجن 20 سنة الصادرة ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ثم قال: أرفض حكمكم، لست مجرم حرب وأعارض هذه الإدانة، وأخرج من جيبه قارورة وتناول محتواها. وأعلن محاميه فيما بعد أن موكله تجرع السم وعمت الفوضى في قاعة المحكمة، وأمر القاضي الرئيس بتعليق الجلسة فورا وأنزلت الستائر المحيطة بقاعة المحكمة. وحدث هذا المشهد غير المألوف خلال جلسة استئناف تنظر في ملفات 6 قادة عسكريين لكروات البوسنة متهمين بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع الكرواتي المسلم. وتجرع براليك السم بعد أن ثبت القضاء حكما بالسجن 25 سنة على الزعيم السابق لكروات البوسنة بعد إدانته بنقل مسلمين خلال حرب البوسنة وارتكاب قتل واغتصاب وتدمير ممتلكات مدنية بهدف إنشاء كرواتيا كبرى. رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغضب، كما أورد موقع شبكة البي بي سي، على رئيسة الوزراء البريطانية التي انتقدته بسبب إعادة نشر مقاطع معادية للمسلمين على حسابه في تويتر. وقال ترامب مخاطبا تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية في تغريدة: لا تركزي علي، بل اهتمي بالإرهاب الإسلامي المتشدد الذي يحدث في بريطانيا. وكان المتحدث باسم تيريزا ماي قد صرح في وقت سابق قائلا: من الخطأ أن يصدر هذا الأمر من رئيس. وكان ترامب الذي يتابعه 40 مليون مستخدم على تويتر قد أعاد نشر 3 مقاطع فيديو تحريضية ضد المسلمين منقولة عن جماعة بريطانية يمينية متطرفة. قيل إن التغريدة الأولى المنقولة على حساب جايدا فرانسين نائبة زعيم جماعة بريطانيا أولا تظهر مهاجرا مسلما وهو يهاجم رجلا على عكازين، وتبع ذلك مقطعان آخران لأناس تقول فرانسين أنهم مسلمون. وقد أسست جماعة بريطانيا أولا عام 2011 على يد أعضاء سابقين في الحزب القومي البريطاني اليميني المتطرف، ولفتت الجماعة الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتها المثيرة للجدل حول ما يرونه أنه أسلمة المملكة المتحدة. يواصل قادري أحمد حيدر قراءة الواقع الذي وصلنا إليه ويقول في جزء صغير مما ينشره في الاشتراك نت: لا نستغرب اليوم أن نقرأ أن سبب المشاكل السياسية والحروب وكل الخراب والدمار والدماء الحاصلة في كل المنطقة العربية اليوم إنما سببها هو انتفاضات وثورات الربيع العربي في محاولة لتبرئة تاريخ أنظمة الفساد والاستبداد التاريخي، ولمحاولة وضع مصدات كابحة أمام حلم الناس بالحرية وأصرارهم على التمسك بفكرة الثورة واستمرارها وتثبيط إرادة الناس وحلمهم بالتغيير. وهنا تتقاطع مصالح أنظمة الاستبداد السلطوي التاريخي مع مصالح إقليمية ودولية لتكريس فرض استمرار القائم السياسي الاستبدادي وإعداده لتحمل مسؤولية المشاركة في تمرير مشاريع التفتيت والتقسيم المعدة للمنطقة على مستوى كل بلد على حدة، على قاعدة أولاً حرف الصراع السياسي والوطني والقومي عن مساره وتحويله إلى صراع ديني مذهبي طائفي، صراع هويات قاتلة ومتقاتلة. ما حدث في العالم خلال يومنا هذا وثقته عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف، ونحن ننقله لكم عبر جولتنا المصورة. نتابع هذه الصور.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بألف خير.